أسئلة سريعة. يلا قول. الجواهري شاعر عظيم، هذا اختصر القرن من الزمن هو يكتب شعر، فهيمن على ثقافتنا ووعينا ووجداننا. يعني أنا حبيت الشعر من أيام المدرسة، فأظن كل الشعراء اللي كانوا يدرسونا فيهم في المدرسة كنت أحبهم، من المتنبي إلى إيلي أبو ماضي إلى الزهاوي إلى زهير بن أبي سلمة. فأعتقد أنه يعني مجموعة كبيرة، كوكبة من الشعراء اللي هي صنعت عشق الشعر. أنا أحب الشعر أصلاً، أحب الشعر أصلاً، لكن عبد البردوني كان أحد معلمي الأوائل، أمل دنقل حسب الشيخ جعفر، هؤلاء معلمي الأوائل، لكن أنا أحببت الشعر أولاً. أنا أشبه بالنتيجة، بدأنا ونحن نقلد الشعراء الكبار ونشبههم، مثلك جواهري، محمود درويش. والله ما ظنيت أنه في أحد يعني التشابه هذا في الكتابة، هذا لو صار يكون يعني ما هو شيء في نظري يخالف قانون الشعر، لأنه يعني سر الشعر أن كل شاعر يكتب شعره الخاص وبصمته الخاصة وألمه الخاص وفرحه المختطف. فلا أعتقد أنه أقدر أسمي شاعر يشبهني أو أشبهه، ولكن في شعراء أتقاسم أنا وياهم خبز وملح الشعر كثيرين، يعني منهم الشاعر العظيم علي الدميني رحمه الله، منهم الشاعر الثبيتي على مستوى السعودية، طبعاً على المستوى العربي أدونيس محمود درويش، وهم كنت من المحظوظين أني التقيت فيهم، لميع عمارة. فيوجد كثيرين مني أتبادل معهم مشتركات الشعر، ولكن ليس بالضرورة الشبه. ما أعتقد لا أحد يشبهه. المفترض أن تكتب شيئاً لا يشبه أحداً، المفترض أن تحاول ذلك، لكن وحتى لو أحد يشبهني أتمنى له أن لا يشبهني، أن يكون هو. معظم الأصدقاء قبل سنوات طويلة كنت عندما أكتب قصيدة أتصل عليهم ليلي التليفون أرد لهم القصيدة وأسمع رأيهم، أفتقد هذه اللحظة، الآن أكتفي. ضميري ووجداني الشعري برضو أبغى أقول لك أنه أبنائي أنا دائماً هم ما يكتبوا شعر، لكنهم يعني يصغوا إلى الشعر، فأنا غسان وطفول أسمعهم قصائدي كثير. زوجتي أم عبد الرحمن ناقدة عظيمة وأصدقها. محمود درويش هذا نمبر ون في الشعر العربي، أحبه كثيراً وشاعر عظيم. متنبي، لأنه شعره يعني جداً أخاذ، وكنت راح أقول له كف عن البلاط. والله عبد البردوني أم الدنقل كنت أتمنى ألتقي به. هذا المعاصرين طبعا. أنا كنت أتمنى ألتقي المتنبي، عندي أسئلة كثير أريد أن أسأله، والله العظيم. أنت أكبر من كل ما طمحت إليه.